لم يستطع هؤلاء المتطوعون من فرق الإنقاذ أن يتوقفوا عن التهليل عندما عثروا على جثة من يعرف بقيم أو حارس جبل البركان، وهي منزلة اجتماعية يمنحها السلطان هنا لأحد الأعيان. وجدوه متوفيا وهو ساجد في منزله، أزاحوا عنه رماد بركان قد يثور مجددا في المستقبل المنظور أو البعيد في ظل استحالة التنبؤ بموعد انفجاره المقبل، كما أنه قد يكون ثورانا من الدرجة المنخفضة بمجرد انسكاب الحمم منه، أو انفجارا يرمي بالصخور الحمراء الساخنة بعيدا فتقتل وتدمر.